لا يملك أهالي حي الشهداء بمدينة الفلوجة إلا مواساة أنفسهم والصبر على الحال الذي وصل إليه واقع منازلهم بعد أن حطت العمليات العسكرية على المدينة أوزارها في حزيران 2016. وعود الإعمار وتعويض المتضررين التي أطلقتها حكومة حيدر العبادي اصطدمت كما يقول أهالي حي الشهداء بعقبات الروتين والفساد الإداري والقوانين التي لم تقترب من مراعاة مأساة العائدين. من الرمادي خلوا اللجنة هنا قبل وقبل على المباشر شوية سرعون بالإجراءات مال التعويضات، ما جاي لحد الآن يمكن ما مشوا لهم 300 معاملة، ما مشوا 300 معاملة لحد هاي اللحظة، لحد هاي اللحظة راجع التعويضات 300 معاملة بس الهدم الشامل. زين اللي بيته محروق، اللي هدم جزئي، اللي هذا اسويها سواسية. ومع قدوم فصل الشتاء تزداد معاناة العائدين إلى حي الشهداء في الفلوجة في ظل الدمار الذي لحق بمنازلهم وانعدام الخدمات والأمطار التي لا تجد بدا من زيارة الفلوجيين دون استئذان بعدما أضحت بيوتهم بلا أسقف. أول شيء كهرباء ماكو، وخدمات هنا مو زينة، وبالذات التعويضات يعني هسه أكثريته هنا قاعدين قام يحطون ليلون فوق البيوت لأن بسبب المطر، ويعني لو يجي التعويض كان كل من سقف، أكثريتها هسه بنيان، أكو بيوت مهدمة يعني يحتاجون فلوس حتى يكملون بيوتهم بس ماكو. 300 معاملة حتى الآن بحسب السكان المحليين هي ما أنجزته لجنة التعويضات بمحافظة الأنبار في الوقت الذي يخشى الأهالي من ضياع أموال التعويضات أدراج الرياح، بينما يتركونهم وعائلاتهم في أشباه بيوت تكاد تنقض على ساكنيها. نوع من التأخير تخلل ربما قضية من الفساد أو تأخير متعمد بهذا في هذا الجانب. دول أهل الكراسي اللي يأخذون مليارات يحطون بجيوبهم يشترون عماير ويديرون بالهم علينا، مو إحنا بخلينا بالظلم حالنا، هم يشترون عماير وإحنا جاعدين. اتهامات تؤكد قناة فوكس نيوز الأمريكية أنها مشروعة بوجود شكوك لا تزال في اعتبارات الدول المانحة التي ستشارك بمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت الشهر القادم من ضياع تلك الأموال في جيوب الفاسدين.